مش هذه الكرام. التقينا بالدكتور الرائع الدكتور علي حنون، اكيد مخرج مبدع ولديه كثير من الاعمال. شو تحب توجه تحيه الى برنامج شخصيه معروف اللي انا اقدمه والى الاعلام علي الدلو والى الجمهور؟ تحياتي للجمهور، تحياتي للمقدم المثابر علي الدلوي، واتمنى لكم ايام سعيده، واتمنى لكم كل الصحه والسعاده والخير، وان شاء الله للاخ علي اتمنى له الموفقيه والنجاح المستمر، وان شاء الله نشوفه في اكبر البرامج التلفزيونيه. الله يسلمك دكتور علي حنون، تحياتي لك. شكرا جزيلا. شكرا.